كلام محترم جدا. نخش بقى على المهم واللي يهمنا احنا كجماهير نادي اهلي طبعا، ان احنا عندنا ماتش مهم جدا نتكلم امام الهلال السوداني، مواجهه نقدر نسميها لو ليها عنوان مواجهه الحسم مواجهه الصعود، سميها زي ما انت عايز، لكن باختصار هو ما فيش قدامنا غير ان انت تفوز. في كده اوقات بيبقى ما فيش رفاهيه حاجه تانية طبعا. ما عندناش رفاهيه غير ان احنا نفوز، نكمل كمان ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا يعني، ونكمل بالشكل اللي يليق بينا. عندك ماتشات مهمه جدا، ولعبت انت ماتش امام القطن الكاميروني كان اعتقد رائع جدا، الناس كانت راضيه عن الاداء وكانت راضيه عن النتيجه، كسبنا 4-0 وكان هاتريك يعني ولا اروع من طبعا كهربا، حاجه كانت محترمه جدا. رجعت تاني تقول في ثقه كبيره جدا في الفريق في اللعيبه، زي ما كنا بنقول الفريق عندنا حتى وان اخفق في مباراه او في فتره ما بيعود مره تانية لصالح الجماهير. ده يمكن اللي حصل بعد سان داونز مع القطن الكاميروني، شفنا اداء رائع جدا، شفنا لعيبه في مستواها اللي احنا نعرفه، فان شاء الله ده لا يكرر مره تانية. لكن احنا عندنا لسه يعني ماتشات مهمه جدا في الفتره اللي جايه، هيكون عندنا الماتش جاي زي ما كنت بقول لحضراتكم طبعا في القاهره، وعندنا امل كمان يكون في حضور، لان الحضور بشكل كبير بيبقى مهم وبيبقى شكل طبعا. يعني مش مهم بس، هو بيبقى عامل اساسي، فاحنا نتمنى ان يكون في حضور، وعشان كده برضو مش فكر بس تمني وخلاص، لان النادي الاهلي اخذ خطوات وبعت خطاب لسياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه عشان يحاول ان هو يسمح ليه ويبقى في طلب بين موافقه على حضور الجماهير كمان بالساعه الكامله زي ما بيتقال لاستاد القاهره الضخم طبعا في مباراة الأهلي والهلال. في ختام هنا بنتكلم فعاليات دور المجموعات لدور أو لدوري الأبطال، وإن شاء الله يعني نشوف مباراة قوية جدا هتكون يوم 31 و1 ابريل. وعايزين كمان نتكلم عن قصه هنا او شقه هنا، الاهلي محتاج ومحتاج الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا مؤازره هنا الجماهير لاحراز الفوز. لما الاهلي يا كريم بيكون مع الجماهير بتاعته بتفرق بشكل كبير جدا، احنا عارفين ان احنا طبعا. حتى لما بنسافر وبنقدر نلعب على الملاعب بتاعه المنافس وغيره بنقدر ان احنا برضو نلعب بنفس الروح، لكن وجود الجماهير تحديدا كمان هتيجي تتكلم واللعب على ارضك اكيد هيفرق بشكل كبير جدا. النادي الاهلي كمان اكد في خطابه على تقديره الجهد الكبير اللي بيبذله رجال الامن، وفكره هنا يعني التبعات والمسؤوليات اللي بيتحملوها في المواقف اللي زي كده الوطنيه، ومساندتهم اكيد للمؤسسات الرياضيه اللي بتمثل البلاد في المحافل يعني القاريه، هنا كمان بنتكلم على الصعيد القاري. نتمنى يكون في موافقه يا كريم، لان وجود الجماهير هيفرق بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي محتاج الجماهير تكون حاضره في كل الماتشات المتبقيه. مليون في المية. خلينا ننتظر ونشوف، لسه قدامنا وقت، بس انا اعتقد ان شاء الله هيكون في موافقه على حضور جماهير كبير. يا مسهل الحال على الاقل عملا بمبدا تكافؤ الفرص وبشكل بالزبط. عام يعني في حاجات كده ايه ضربات قدريه زي ما بيتقال، زي ما حصل مؤخرا فيما يتعلق بملف كاس العالم للانديه اللي نتيجه بعض المستجدات اصبح النادي الاهلي ان شاء الله سيشارك في النسخه القادمه منه. كمان كانت من ضمن الضربات القدريه التعادل اللي حصل ما بين سان داونز والهلال، وده ادى فرصه جديده للنادي الاهلي لمواصله المشوار ان شاء الله في المحفل الافريقي. مش فاضل غير ان احنا نعمل اللي علينا، يعني القدر قال قوله وادانا فرصه تانية، احنا بقى لازم نستغل الفرصه التانية دي احسن استغلال ممكن، وهو الاستغلال اللي على فكره ما فيهوش فتاكه، وهيكون استغلال يتسق مع كون النادي الاهلي هو النادي الاهلي ويتماشى مع طموحات جماهير النادي الاهلي اللي العادي بتاعها انها عايزه لما فريقها يشارك في اي بطوله ايا كانت البطوله دي محليه قاريه دوليه ايا كان، طالما الاهلي بيشارك فيها يبقى احنا بنتكلم على مباراه النهايه اللي كل اعين جماهير النادي الاهلي مش باصه غير عليها، اي حاجه غير كده فهي غير مرضيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي.